مسائي مهبت بعطر زكي ففاح شذاها بجمع بهي، نسائم خير وجود كنور من البدر في الأرض زار سليم. لمرضاة رب الورى سعيهم وسنة أحمد خير مضي، بدعوات صدق وفي شدو روح بتغريد صوت عذوب شجي. شرفتنا شيخنا وازداد المكان نورا على ما فيه من نور. الله يرفع قدرك. سؤالي، ما هي الشخصية الأكثر التي تأثرت بها في حياتك العلمية مع ذكر موقف؟ والله الأهل الخير والفضل والبركة. أنا درسني مادة أصول الفقه رجل مصري وليس مشهورا ولا معروفا، اسمه الدكتور علي مصطفى رمضان. هذا الرجل كان عالما فحلا ما رأيت قبله ولا بعده مثله، يعني في أمور من هذه الأمور أنه يعني رجل مخلص في عمله إخلاصا، يعني حقيقة ما أذكر أنه تأخر عن محاضرة ولا أذكر أنه جلس في محاضرة، محاضراته كلها من قيام. وفي مرة من المرات قال لنا كم بقي على المحاضرة، فقلنا له نصف ساعة، فقال طيب اعذروني أنا والله محصور أريد أن أذهب إلى دورة المياه، فذهب والله ركضا ورجع ركضا لئلا يضيع من زمن المحاضرة شيء. ثم كانت له عناية خاصة بالطلبة من غير العرب الأعاجم، ما عنده مانع أن يكرر المحاضرة مرتين وثلاثا حتى يقول له فهمت. فالشيخ علي رمضان عليه رحمة الله كان يعني من أساطين العلم ومن أصحاب الأخلاق الرفيعة، وكان أيضا شديد الاعتزاز يعني بما يحمل وما يعطي الدنية، عنده جرأة وعنده قوة، وكان نظره ضعيفا جدا، وممن يعني تأثرت بهم تأثرا عظيما. أما من المعاصرين فأنا متأثر بالشيخ محمد الحسن حفظه الله في يعني سعة علمه وحلاوة أسلوبه ودماثة أخلاقه وشدة تواضعه ومحبته للخير للناس، حتى ما يكاد داعية في بلد من البلاد أو طالب علم إلا وهو يعرفه ويدعو له ويثني عليه. وأيضا تعلمت من الشيخ التماس الأعذار للناس والثناء على العلماء والمجاهدين والفضلاء وذكرهم بالخير، رغم أنه يعلم من أخطائهم ومن عثراتهم أكثر بكثير مما يعني نعلم، لكنه يعني هكذا أخلاقه جزاه الله خيرا. بارك الله فيك شيخ. أنت ذكرت أنك زرت كل البلاد العربية عدا سلطنة عمان. نعم. ومعنا الشيخ مازن، هو أستاذ في الدكتور خالد، هو أستاذ في إحدى الجامعات في سلطنة عمان، أتانا من هناك. سبحان الله. نعم. أنا كان هذا سؤالي، يعني كنت أريد أسأله عنه. قد أتتني السلطنة تجر أذيالها. نعم. ويعني كان هذا هو السؤال اللي كنت أردت أن أسأل عنه. طبعا نعم نعم نعم. سعدت أولا باللقاء بكم شيخنا الكريم. الله يكرمكم. وأنا أيضا كنت من المتابعين لدروسكم خاصة في قناة إقرأ. الله يرفع قدرك. من فترة. الله. بارك الله فيكم. فقط سؤالي يعني عدم الزيارة للسلطنة. طبعا أنا زملائي كثر من السودان أيضا معي في كلية العلوم الشرعية. نعم. أساتذة ودكاترة أكثرهم أيضا موجودين من السودان. دكتور الطاهر الدرديري عليه رحمة الله. أو لعله قبل. إيه قبل. إيه نعم. إيه نعم. فهل هناك سبب ولا ما واتت الفرصة للزيارة؟ لا ما واتت. أحد الناس دبر لي دعوة لكنه توفي. سبحان الله. ندبر لك شيخ دعوة إن شاء الله. أسأل الله أن يطيل عمرك إن شاء الله. جزاكم الله. إذا نؤخرها شوي. مسائي مهبة
هبت بعطر زكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من السير التي لا يمل حديثها ولا يسأم ذكرها سير أئمة القراءة، ومن جملة هؤلاء البدور الإمام قالون والإمام ورشٌ راوي الإمام نافع رحمة الله تعالى عليهم جميعا. الإمام قالون هو راوي الإمام نافع الأول، واسمه عيسى بن مينا، وقد لقبه شيخه نافع بقالون لأن كلمة قالون في لغة الروم تعني جيد. وقالون رحمة الله تعالى عليه أصله من الروم، لأن جد جده عبد الله من أسرى الروم أو من سبي الروم، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما قدم به من أسره إلى المدينة اشتراه بعض الأنصار. وكما ذكرت لكم قالون بلغة الروم تعني جيد. الإمام قالون قرأ ختمات كثيرة على الإمام نافع، حتى لما سئل كم قرأت على نافع قال ما لا أحصيه كثرة، ولكني جلست عنده بعد الفراغ 20 سنة. حتى إن الإمام نافع قال له إلى ما تقرأ علي؟ اجلس تحت تلك الإسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. وقد توفي الإمام قالون رحمة الله تعالى عليه عام 20 و200 من الهجرة، وعاش 100 عام رحمة الله تعالى عليه. الإمام ورش، واسمه عثمان بن سعيد، وورش هو أيضا لقب لقبه به شيخه نافع. ونافع كان يمازح طلابه، يسمي هذا قالون ويسمي هذا ورشا. وورش رحمة الله تعالى عليه كان شديد البياض، والورش لبن يصنع، وقيل إنه سماه على طائر الورشان، ثم خففت، وكان الإمام ورش يحب هذا الاسم، يقول نافع أستاذي وهذا الاسم سماني به. هذا الشاب المصري وهو عثمان بن سعيد رحل من مصر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقرأ على الإمام نافع. فلما بلغ مسجد نافع وجد طلاب كثر يريدون أن يقرؤون على الإمام نافع، وكان نافع يقرئ كل طالب 30 آية فقط. فهو يذكر رحمة الله تعالى عليه قال فلما دخلت المسجد وجدت أن القراءة لا تطاق على الإمام نافع من كثرتهم، يعني من كثرة الطلاب. قال فجلست خلف الحلقة وكان بجانبي إنسان فسألته، قلت له من أكرم الناس عند نافع أو من أكبر الناس عند نافع، يعني من هو الشخص الذي له عند نافع مزية ومنزلة. فقال له كبير الجعفريين، يعني من ذرية جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له وكيف لي به؟ قال أنا أجيء معك إليه. قال فلما خرجنا من المسجد وذهبنا إلى كبير الجعفريين وإذا به شيخ كبير، قال قلت له أنا شاب من مصر وقد أتيت إلى المدينة ليس معي تجارة، وإنما أريد أن أقرأ على نافع، وأريد منك أن تكون وسيلتي إليه، يعني يريد أن من هذا الشيخ أن يتوسط له عند الإمام نافع، يعني حتى يقرئه بسرعة ويعود من المدينة إلى مصر، لأنه مسافر ولم يأتي لا لتجارة ولا لحج ولا لأي غرض من أغراض الدنيا، إنما فقط ذهب إلى الإمام نافع يريد أن يقرأ عليه ويريد أن يرجع إلى مصر ويعلم الناس. فقال له نعمة وكرامة هذا الشيخ، وأخذ ثوبه ومضى به إلى الإمام نافع. الإمام نافع كان له كنية، طبعا الكنية هي ما يدل على أبوة أو بنوة،
فكان إذا نودي أبو رؤيم أجاب، وإذا نودي أبو عبد الله أجاب. قال: فلما دخلنا على الإمام نافع قال له: هذا شاب من مصر وليس معه تجارة، هو أقبل فقط يريد أن يقرأ عليك، وأنا وسيلته إليك، يعني أنا أريد أن أتوسط له عندك. فقال له الإمام نافع: أما ترى ما ألقاه من أبناء المهاجرين والأنصار؟ يعني طلب كثر والوقت وكذا. فقال له: احتل له، يعني شوف أي طريقة تسرع لهذا الشاب يعني أن يقرأ عليك. فالإمام نافع قال لورش قال له: هل تستطيع أن تبيت في المسجد؟ قال: فبت في المسجد. فلما أن جاء الفجر ودخل الإمام نافع إلى المسجد قال: ما فعل الغريب؟ قال: قلت: ها أنا ذا يا معلم يا إمام. قال: فجلست وكنت حسن الصوت ومدادا، فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقرأت عليه 30 آية، ثم أشار إلي بيده أن أسكت. فقام شاب من الحلقة قال له: يا معلم أعزك الله، نحن معك، وهذا الشاب غريب، أنا وهبته 10 آيات ويعني أكتفي فقط 20 آية. قال: فقرأت 10 آيات. فقام شاب آخر وقال مثل ما قال الأول. قال: فما زلت أقرأ عليه 50 في 50 حتى أتممت عليه ختمات كثيرة، ثم عاد إلى مصر رحمة الله تعالى عليه يعلم الناس. توفي رحمة الله تعالى عليه 97 و100 عن 80 عاما رحمة الله، عن 87 عاما رحمة الله تعالى عليه. نسائم هبت بعطر زكي. وأغرب شيء سمعه الشيخ في حياته؟ كثير كثير، فتاوى تأتيني غريبة جدا كثيرة. الخيانة وفقدان الأمانة. والله كل يوم نسمع غريبا يعني في هذا الوقت وفي هذا العصر. تو ما يحضرني إن شاء الله. فعلا الأسئلة مفاجئة. أغرب شيء أن يعني يرى الرجل الحق ويتنكبه يعني. صحيح، هو صحيح، هو مجرد سجن سلمان العودة هو غريب، لأن كان يمكن للدولة السعودية أن تستفيد من وجوده حتى لصالحها هي لو كانت تفقه. إنسان يعني يقتل ولد، يقتل أباه، نسأل الله السلامة العافية. هو احتفال يعني من يعيشون على أرض التوحيد بأعياد الوثنية والعياذ بالله. من يدافعون على الشذوذ والمثلية، أن يعتدي المسلم على أخيه المسلم. والله الغريب هو كثير يعني، لكن أغرب شيء هو نصرة المظلوم للظالم، أن يتحول المظلوم ناصرا لمن ظلمه، هذا أغرب شيء. أن واحد يحفظ القرآن ويؤيد حفته. نسائم هبت بعطر زكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب، هل هو زمن عمري في بطاقة، أم هو قوة وطاقة؟ الشباب أجمل زمن عمري يعيشه الإنسان، لأنه قوة بين ضعفين. الشباب، نعرف أن الإسلام في قلوبهم، لا نشك في ذلك ولا نكفرهم، ولكن نريد أن نرى أثر هذا الإسلام. فلو دخلت مع ولدك الصغير إلى حديقة ووجدت بها كثيرا من الحيوانات، لكن وجدت تمثالا لأسد، تجد الولد الصغير يركب على ذلك التمثال ويلعب بعينيه وبأذنيه
ويفعل به ما يشاء، بينما لو جاءت ذبابة لخاف منها الولد ولجأ إليك. لماذا؟ لأن هذا الأسد ليس حقيقي والذبابة حقيقية، فإذا اندثر الإسلام من القلوب ومن الأعمال ومن الأرض ومن الواقع يتحول هذا الشباب إلى شيء كالتماثيل. فلننظر، دعوة الإسلام على من قامت، الذين أسسوا وضحوا وقتلوا، رمز بسيط، الأرقم ابن أبي الأرقم، الكثير لا يعرفه، لكنه صاحب البيت، بيت الدعارة والخمور، أي بيت المكائد والمؤامرات، أي بيت الترفيه والتنزه. أي دار هذه؟ هي الدار التي انطلقت منها طاقات الإيمان. كم كان عمره؟ 17 عاما. أين سادة قريش؟ أصحاب الدهاء والعقول والأعمار، ما تحصلوا على شيء. هذا الوسام لم يأخذه إلا هذا الرجل، هذا الشاب. الشباب لا يربى، وهذا الذي نعانيه الآن هو خلط بين المراحل، وإنما الذي يربى هو الطفل والصبي فقط، وإنما الشباب يعلم. وهناك فرق بين التربية وبين التعليم، فإذا لم نربهم أطفالا فقدنا فتوتهم شبابا. والشباب ليس شمعة تحترق لتضيء للآخرين، فهذا تعبير خاطئ، وإنما الشباب لا بد أن يعطى حقه، ولا بد هو أن يستفيد من شبابه حتى يفيد غيره. قوة الأمة ليس في نفطها فهو مخزون محدود، ولا في غازها ولا في جبالها الذهبية، وإنما قوة الأمة في عقول شبابها إذا عرفت كيف تستغلهم. نسأل الله أن يصلح شبابنا. نسائم هبت بعطر زكي. شيخ طلال، علمت مما علمت أنك قد خرجت للدراسة خارج البلاد، ما الأسباب وكيف مضت مدة الدراسة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه كانت تقريبا، أنا كنت نقرأ في الثانوي في 97-98 ربما هيكي. كان والدي رحمه الله كان طبيب أسنان، وكان ديما يبيني أني أنا نقرأ طب الأسنان، ويقول لي من سيب الغرفة ليك أنت إن شاء الله بعد ما تتم الطب. والدي كان طبيب أسنان في كلينكة النفط في غرغور، فكانت لكن أنا ما كانتش عندي رغبة أني نقرأ طب، وكان ميولي اللي هو الدراسات الشرعية وكذا، بماني ما نعرف شيء يعني. لكن جامع الجنزوري والشيخ علي عزوز ربانا لحب القرآن وحب التجويد وكذا، فأخذنا ميول للعلوم الشرعية. فدرت اتفاقية أنا والوالد رحمه الله، قلت له أبايا أنا الآن في الشهادة الثانوية، كان جبت نسبة دخلني للطب أنا في الطب، كان جبت نسبة أقل من الطب أنا بنمشي للعلوم الشرعية. قال لي خلاص اتفقنا، وقدر الله سبحانه وتعالى إني جبت نسبة دخلني الطب، لأن كانت الجامعة هي اللي تنسبك يعني، قلت خش طب كذا، لكن جاني طب في سبها، فلقيت هذا مبرر إني نجي نبكي للوالد وكيف أنا بنطلع من طرابلس بنمشي لسبها وكذا. فالوالد دار اتصالاته، قال لي لا الأمر بسيط، دار اتصالاته وكذا وكلم جماعته ونقلوني لسيدي المصري في طرابلس. قريت الطب حقيقة لكن بدون رغبة، ما كنتش نقرأ، بل إن الكتب الطب طبعا كتب الطب كانت كبيرة، السيتولوجي والبوتولوجي كانوا كبار،
فكنت أنا نخفي في الرسائل الشرعية تحت باش يخش الوالد للغرفة يلقاني على أساس نقرأ في الطب، هو أنا نقرأ في كتاب تاني رسائل، أي رسالة بسيطة نحطها في الكتاب ونبدأ نقرأ فيهم. ففي الامتحانات النهائية كانت هو سبحان الله يعني وفقت، صفيت تقريبا 5 من 7 والله كيف ما نعرفش حتى كيف صفيتهم يعني. المهم مقبول أنا نرتاح للسنة اللي بعدها، جيت للوالد خلاص أصريت أني حتى الحيلة اللي درتها أني نما نقراش وأني نما نجاوبش ما نفعتش، فجيت للوالد قلت له لا لا خلاص بنمشي نمشي نقرأ علوم شرعية، باي وأنت بتمشي نبي نمشي لزليطن، ما كانش فيه هدف أني نما نسافر خارج ليبيا. الوالد كان يقرأ في القرآن على الشيخ محمد الجعفري رحمه الله الزوز، فالشيخ محمد الجعفري كان ديما يسأل علي شن أخبار طلال شن يدير طلال توا كذا، فقال له والله خلاص معاش يبي يقرأ الطب وترك لي الطب ويبي علوم شرعية وبيمشي لزليطن. فقدر الله عز وجل في واحد من الطلبة مع الشيخ محمد الجعفري كان يبي يمشي لسوريا للشام، قال لا لا ما يقراش هنا وهذه دراسة العلوم الشرعية تبي الهجرة وتبي إنه يتلاقى مع علماء ويقعمس وكذا. فجاني الوالد قال لي شو رأيك يعني تمشي لدمشق تمشي لسوريا. طبعا أنا هو غير يوافق لي على زليطن، فمن باب لأن وافق لي على الشام قلت له مباشرة يعني. عاد أنت تبيها على دمشق؟ نبيها والله يا شيخ، نبيها قبل وتورة تبيها الحلوة الشامية باين. فقدر الله عز وجل أني تواصلت مع هذا الطالب وقال لي راه وانين جهز في أغراضي، راه امتحان القبول يوم السبت تقريبا هيك بيكون، وهذه الدوة كانت يوم 2. قلت له علاش أنت مسافر؟ قال أنا يا الأربعاء يا الخميس نوتش نطية وما نسافر. فكان وقت ضيق وتيت روحي وكذا ومشيت لسوريا، تم القبول في سوريا وظليت في سوريا من سنة، مشيت سافرت. طبعا في الطائرة تعرفت على الدكتور عبد الرحمن قدوع، ريت هكي شاب صغيرون هكي ولابس جلابية طويلة وكذا، فالفت انتباهي من الطائرة. كان هذا في 21/9/2000 تقريبا. رجعت للبلاد، الرجوع النهائي كان في 2009 شهر 9 تقريبا. تمام شيخ يسري؟ لا تمام شيخ حسن اللي سألك. طيب شيخ طلال، الوالد كان توجه يعني للطب من حيث الدراسة، من حيث دراستك يعني. طيب هو بعد يعني أن أدرك مشيختك وكذا، هل هو يعني نادم على مسألة عدم يعني دراستك للطب على الرغم أنها كانت هي رغبته في البداية، أم إنه بالعكس يعني؟ لا بالعكس، الوالد إحنا الوالد شديد جدا جدا في التربية. والدي مواليد 1930، حتى دراسته الطبية ما كانش دراسة أكاديمية عادية، بعتوهم لبريطانيا وأمريكا لفترات هيك 6 شهور في بريطانيا 6 شهور في أمريكا، زاد بعدين 3 شهور في سويسرا، بس ما فيش الأكاديميات كان. فكان شديد معانا جدا جدا يعني. أنا كنت نتذكر غرفة الوالد والله الصالون اللي قامز فيه حتى الالتفات ما نقدرش نلتفت من هيبة الوالد، كان شديد جدا جدا. انعكست هذه بعد رجوعي من سوريا، بعد رجوعي من سوريا بديت أقرب الأقربين لي هنا وكنت نناقش فيه في كل المسائل، والحقيقة يعني فرح باتخاذ وجهتي للعلوم الشرعية. نسائم هبت بعطر زكي. دكتور خالد فوشيت حبيبنا، طبعا دكتور خالد هذا نسمة على الأرض، عندما تسمع صوته يعني تشعر بسكينة وطمأنينة، وهذا والله هذا الكلام أقوله ليس يعني مجاملة ولكن صدقا وحبا إن شاء الله. شيخ خالد طبعا أنسنا الموسم الماضي وكان مبدعا في كل شيء وبارك الله فيه، يعني أعطانا فكرة وفصل فيما يخص اللغة الأمازيغية وكيف يتكلم الناس، وتحدث معهم من خلال هذا المنبر، فيعني له بصمة في نسائم وبصمة رائعة. شيخنا دكتور خالد تفضل وأمتعنا وأتحفنا. بارك الله فيك شيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية طبعا ما دام انت بدأت في الموضوع عن الأمازيغية والأشياء هذه، أضيف لما ذكره الشيخ محمد أن الأدب الأمازيغي
يعني بدأ يدون في الفترة الأخيرة، وهناك يعني أشعار كثيرة بدأت تنشد. يعني هو الشعر موجود سابقا، لكن مثل ما قال الشيخ محمد، يعني الفترة الماضية ما استطاع هؤلاء التعبير عن مشاعرهم ووجدانهم، لكن الفترة المتأخرة بدأت هناك يعني مواهب كثيرة تظهر وتطفو على السطح، وبدأت هناك قصائد كثيرة، والأدب لم يتعلق بجانب الشعر فقط، وإنما تعلق حتى بجانب الحكايات الشعبية والفلكلور الشعبي في هذا الجانب. فالآن هناك جمعيات متخصصة في هذا الموضوع، وبدأت يعني تدون هذه الأشياء وتتحدث عنها وتفصل فيها. أما فيما يتعلق بالأدب العربي والشعر بشكل عام، طبعا أنا أستحي أن أضيف شيء أمام المشايخ الكرام وما ذكروه في هذا الجانب، لكن ما أريد توضيحه في هذا الأمر أن الأدب لا يتعلق فقط بالشعر، وإنما له مجالات متعددة. فنجد أن هناك من يكتب في الشعر، وهناك مثل ما قال الشيخ سامي من يعني يجيد التعبير بالخطب العصماء التي وجدت عند العرب قديما وحديثا. وإلى جانب ذلك طبعا ظهر فيما بعد ما يتعلق بجانب القصص والقصة وآدابها وما يتعلق بها، بل أدخل الكثير من العلماء حتى الأمور المستحدثة فيما يتعلق بالرواية وكذلك المسرحية، باعتبار أن كل هذه الأشياء هي روافد تخدم الثقافة وتخدم الأدب العربي، خاصة أن الأدب العربي والمتمثل في الشعر، باعتبار أن الشعر هو ديوان العرب، ومثل ما ذكر الدكتور سالم يعني أنه كان بمثابة الجانب الإعلامي للعرب في ذلك الوقت، فمن يجيد الشعر كان يعني سيفا مسلطا على غيره، وخاصة فيما يتعلق بجانب المدح وفيما يتعلق بجانب الهجاء. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا بارك هذا الأمر بمجرد هجرته، وشجع الشعراء على الدعوة إلى الله تعالى، خاصة عند الشعراء مثل كعب بن مالك وكذلك نعم عند حسان بن ثابت، عندما أرسله إلى أبي بكر ابن الصديق ليعلمه أنساب العرب، ويعني حتى يستطيع أن يهجو قريش، لأنها كانت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر في ذلك الوقت، وقال له اذهب فأنت مؤيد بروح القدس. يعني وهذا دليل على عظمة هذا الجانب وتأثيره في الجانب الدعوي، أيما تأثير. ويعني أفضل ما يقال في الشعر وأثره أنه من الأدوات التي يستخدمها المفسر في التفسير، مثل ما ذكر الشيخ سامي، باعتبار أن الكثير من المفسرين كانوا إذا أعوزهم لفظ غريب في القرآن الكريم أو غيره التجأوا إلى الشعر وإلى الشعراء. وخير مثال على ذلك ما تعرفونه في قصة الإلاء، عندما لم يعرف بعضهم معنى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فعندما ذهب إلى البادية ووجد ذلك الغلام الذي يتحدث في هذه المسألة، علم معنى هذه الكلمة وفسر عليها آية القرآن الكريم من خلال ذلك. هذا طبعا فيما يتعلق بالإطار العام. أختم بطرفة صغيرة، يعني ليس فيما يتعلق بالأجوبة اللغوية المسكتة دائما يعني خير، بل يعني من باب الطرفة أن بعضها قد يؤدي إلى شر على صاحبه، خاصة إذا كان في غير مقامه. ومن ذلك أن أعرابيا يذكر أنه مر بجنازة فسأل عن صاحبها أو من الميت، يعني فأجابه هذا اللغوي، يعني عندما سأله قال له من المتوفي، فأجابه هذا اللغوي الله، فقام بضربه فقال أوجعني ضربا حتى كدت أن أموت من شدة الضرب، لأن ذلك العامي أو ذلك الإنسان لم يكن يفهم معاني اللغة في هذا الأمر، وأن المتوفي هو الله وليس المتوفى، فنتج عن ذلك أنه ضربه ضربا شديدا ظنا منه أنه يدعي أن الله سبحانه وتعالى هو المتوفى. ديرة ما عندي باب ديرة، عادي أنا سافد مش باب جو مليح.
حرت لما قلت شو اسمها سماعة، قلت سماعة شنو إربية، شو بندري بالإربية دايخ. مسائي مهبت بعطر زكي، ففاح شذاها بجمع بهي. نسائم خير وجود كنور، من البدر في الأرض زار سليم. لمرضاة رب الورى سعيهم، وسنة أحمد خير مضي. بدعوة صدق وفي شدو روح، بتغريد صوت عذوب شجي.